لم يكن يدرك المحيطون بهذا الشاب أن الموهبة ولدت معه، فمنذ أن كان طفل يرى الأشياء بعين الإبداع، رؤية مختلفة عن باقي الناس. إنه الشاب مهدي عبد الله في منطقة المحال بمدينة زنجبار عاصمة محافظة أبيان. ومن يمتلك مهارة تدوير النفايات ويجعل من أشياء ليست لها قيمة إلى أدوات مفيدة للإنسان. قمت بمجسمات طينية، نموذج مكينة فلوكسون ومزهرية وثعبان وسيارة صغيرة. بدأت هذه المهنة من الصغر، وعمل مجسمات طينية، وعمل مجسمات برضو بيوت تريفية، بيوت زمان من القش، وحبيت هذه المهنة ولحد الآن وأنا زاولها، وهوايتي طبعا تشجير. الشاب عبد الله مهدي مادته الخام في أعماله مجرد مخلفات يحولها بيديه المبدعة إلى أشكال ذات لمسات جمالية، مضيفا إليها خيال الفنان وبعض من مكونات البيئة الطبيعية. أعماله أكسبته شهرة بين الناس وإعجاب بأفكاره. المكينة الفلوكسون، المكينة مكوناتها من طين، وقمت بتلوينها ألوان عادية، وبحكم أنا محتاج دعم لهذا العمل، وبحكم أنها طين ولكن بعض أحيان تمسك وبعض أحيان تشترخ المقسم، سواء كان مكينة أو مزارية أو طعبان. والبيت الريفي معروف نعملها من القش، بعدين نعمل المصعد ونعمل النيفة ونعمل الله عزك الحمام قديم، يعني بيوت تراثية قديمة. المهدي عنده يعني أبداعات وعنده حاجات كثيرة في مثل هذا، ولا بد تشجيع له. موهبة رائعة جدا، لكن ما حصلت الجهة التي ترعاه وتحتويه. بصراحة عنده قدرة في التعامل مع الطين بشكل عجيب ورهيب، ولكن مش حصل الجهة الداعمة. اختار الشاب مهدي الإبداع منذ صغره، وشارك في تصميم الحدائق والمتنزهات بإضافات إبداعية تحمل هويته، كما قام بعمل مجسمات للبيت الأبياني القديم، موهبة تستحق الدعم من قبل المجتمع والجهات المختصة.